السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نهار جديد مع فيديو جديد. كما كتشوفوا معايا هنايا جيت لكم بالملابس الرائعه في القفطان والجلابه، موديلات اخر ما كاين. كاينين موديلات في الالوان وفي الاشكال، اللي بغى شي حاجه مرحبا. النمره الاخ هي اللي كنخليها لكم دائما في صندوق الوصف وعلى القناه، وبقاو معايا حتى الاخر فيديو تشوفوا الاشكال والالوان اللي كاينه في القفطان المغربي وجلبة المغربية. يعني موديلات ما شاء الله، يعني تشكيلة رائعة في الجلالب ولا في القفاطن. انتم كتشوفوا معي جلبة رائعة في الغوج، موديل رائع وأنيق. كاينين موديلات واشكال، بقاو معايا حتى لاخر فيديو تشوفوا الموديلات اللي عندي هنايا. موديلات رائعه وحصريا على قناه شريفه السمر تي في، ومرحبا بكم. اللي بغى شي حاجه بالنسبه للجلالب ولا قفاطن وفي جميع الملابس، راه الفيديوهات اللي حتى من قبل حتى هما فيهم اشكال والوان في جميع الملابس. وبقاو معايا حتى لاخر فيديو تشوفوا الاشكال والالوان الرائعه اللي كاينه عندي هنايا في الفيديو على القناه. يعني اشكال والوان ما شاء الله، ما نحتاجش نقول لكم، هانتوما كلشي كتشوفوا هنايا في الفيديو على القناه. يعني تشكيله رائعه في جميع الملابس. وبقاو معايا حتى لاخر فيديو تشوفوا الموديلات الرائعه. كاين قفطان رائع خفيف وبالحزام، هانتوما كتشوفوا معايا، يعني موديل ما شاء الله رائع. اللي بغى شي حاجه مرحبا دائما. مراد الاخ هي اللي كنخليها لكم في صندوق الوصف وعلى القناه. وبقاو معايا حتى لاخر فيديو تشوفوا الاشكال والالوان اللي عندي هنايا في الفيديو وعلى القناه. يعني تشكيلات ما شاء الله، تشكيلات رائعه لا في الجلالب ولا في القفاطن. انتم كتشوفوا معايا جلابه ما شاء الله، جلابه رائعه، موديل ما شاء الله، لا بالنسبه للثوب ولا الطرزه ولا او الرشمه. يعني ما شاء الله، يعني تشكيلات رائعه. اللي بغى شي حاجه بالنسبه، اللي بغى يستفسر على اي حاجه لا بالنسبه للثمن الالوان الاشكال، يعني اي حاجه بغيتوها مرحبا دائما. نمره الاخ هي اللي على القناه وفي صندوق الوصف. وبقاو معايا حتى لاخر فيديو تشوفوا الموديلات والاشكال الرائعه والمميزه. وكاين حتى القندورات، يعني تشكيله رائعه في جميع الملابس. كما قلت لكم كاينين فيديوهات حتى من قبل حتى هما فيهم اشكال والوان. يعني موديلات كاينين سخانين وكاينين اللي هما مبردين، يعني كاينين تشكيله في جميع الملابس. موديلات ما شاء الله. وما تنسوش بارطاجيو مع العائله ديالكم، الاصدقاء ديالكم. اللي بغى شي حاجه كادو ولا اي حاجه مرحبا. كما قلت لكم دائما مراد الاخ هي اللي كنخليها لكم على القناه. اللي بغى يستفسر على اي حاجه مرحبا. بالنسبه للثمن، ثمن جد رائع ومناسب. وبقاو معايا حتى لاخر فيديو تشوفوا الاشكال والالوان الرائعه اللي كاينه في الجلالب ولا قفاطن. موديلات ما شاء الله.
انتم كتشوفوا معايا جلابه ما شاء الله، جلابه رائعه. انتما كتشوفوا معايا قفطان غايه في الروعه، موديل انيق وجديد وحصريا على قناه شريفه السمر تي في، ومرحبا بكم. وما تنساوش اشتركوا عندي في القناه وضغطوا على زر الجرس، وباش ان شاء الله اي حاجه حطيتها عندي في القناه توصل عندكم انتم الاولين. وبقاو معايا حتى لاخر فيديو تشوفوا الاشكال والموديلات الرائعه. قفطان ما شاء الله، يعني قفطان ولا جلالب، يعني موديلات كتهبل ما نحتاج نقول لكم. انتم كل شيء كتشوفوا هنايا في الفيديو على القناه، يعني قفاطن ولا جلالب. مثلا القفطان تحضر به ما غاديش تحشمي، يعني غادي تباهي به. ولا بالنسبه للجلالب كذلك، حتى هما موديلات فيهم رائعه. اللي بغى شي حاجه دائما مراد الاخ هي اللي كنخليها لكم على القناه وفي صندوق الوصف. بالنسبه للثمن، يعني الثمن جد رائع ومناسب. وبقاو معايا حتى الاخر فيديو تشوفوا الاشكال والالوان اللي عندي هنا في الفيديو. انتما كتشوفوا معايا الاشكال والالوان اللي كاينه في الموديلات اللي عندي هنا في الفيديو. يعني تشكيله رائعه بالنسبه للقفطان، جلابه، القندوره، العبايات، يعني تشكيلات رائعه.
واللي بغى شي حاجه مرحبا. بالنسبه اللي بغى عبايات واحد اخرين ولا اللي بغى قفاطن جلالب يعني ملابس ديال المحجبات، كاينين بيجامات، كاينين ملابس، مهم جميع الملابس. الفيديوهات اللي حتى من قبل حتى هما فيهم اشكال والوان. بالنسبه للنمره، النمره دائما كنخليها لكم ديال الاخ في صندوق الوصف وعلى القناه. بالنسبه للثمن يعني الثمن جد رائع ومناسب، وبقوا معي حتى لاخر فيديو تشوفوا الاشكال والالوان الرائعه والمميزه. يعني موديلات اخر ما كاين، دائما الجديد والحصري على قناه شريفه سمر تي في، ومرحبا بكم. يعني هنا كاين تشكيلات رائعه في جميع الملابس بالنسبه كل سيده وذوقها، والاذواق كتختلف من سيده سيده، وكيبقى دابا رايكم انتما كل سيده والملابس اولا القفطان الجلابه اللي كترتاح فيهم اولا العبايه القندوره. هنا كاين تشكيلات رائعه في جميع يعني تشكيله رائعه في جميع الاذواق. يعني الذواقات هنايا كاين الفيديوهات ديالكم اولا الملابس بالنسبه للقفطان اولا الجلابه اولا العبايه القندورات، كاينين تشكيله رائعه. انتما كتشوفوا معايا الملابس تقليديه رائعه، تقليديه مغربيه 100%. انتما كتشوفوا معايا جلالب ولا قفاطن ولا الملابس ديال الرجال، انتما كتشوفوا معايا قندوره ولا كل واحد شنو كيسميها. هنايا تشكيله ما شاء الله ديال بنيتها وديال الام اولا ديال السيده اللي عندي هنا في الفيديو. كاينين تشكيلات ما شاء الله يعني كيجيو مواتين ملي كتلبس اما بحال الابنه ديالها ولا بحال الاخت ديالها، تشكيله كتجي رائعه في اللبسه وللبسات بوحدها كذلك ومثال. يعني تشكيلات ما شاء الله ما نحتاجش نقول لكم، انتما كل شيء كتشوفوا هنايا في الفيديو. يعني اشكال والوان ما شاء الله رائعه، جلابه جديده وحصريا على قناتي وعلى قناتكم ايضا. تشكيلات ما شاء الله ما نحتاجش نقول لكم، هانتوما كل شيء كتشوفوا هنايا في الفيديو على القناه. بالنسبه للثمن، ثمن جد رائع ومناسب. بالنسبه للنمره هي اللي كنخليها لكم دائما على القناه وفي صندوق الوصف، ومرحبا بكم. يعني تشكيلات رائعه، كاين هذا اللون هذا وهذا اللون هذا رائع، كيجي موديل جديد ورائع في اللبسه. اللي بغى يسول او لا يستفسر على اي حاجه بالنسبه للثمن الالوان الاشكال المقاسات اي حاجه بغيتوها مرحبا. دائما المراد الاخيه اللي كنخليها لكم على القناه وفي صندوق الوصف، ومرحبا بكم. وبقاو معايا حتى لاخر فيديو تشوفوا الاشكال والالوان. كاين هذا قفطان رائع بالحزام، هانتوما كتشوفوا معايا الصراحه موديل ما شاء الله موديل رائع، وكل سيده وذوقها والاذواق كتختلف من سيده لسيده، وهنا كاين جميع الاختلافات وفي جميع الملابس. تشكيل بالنسبه للفيديو هذا ولا في الفيديوهات اللي حتى من قبل حتى هما فيهم اشكال والوان. موديلات ما شاء الله موديلات جديده وحصريا على قناه شريفه سمر تي في، ومرحبا بكم. انتما كتشوفوا معايا قفطان خفيف بالحزام موديل انيق ورائع، كاين هذا قفطان انتما كتشوفوا معايا حتى هو رائع في الموف، طرزه اللي في الصدر او الرشمه رائعه. هذه جلابه في البلو
حتى هو موديل رائع، وهاد الجلابة هذه فيها جميع الألوان. كاين هذا الموديل هذا جلابة ما شاء الله، جلابة رائعة، جلابة في المستوى يعني اللي خرجتي بها ما شاء الله. موديلها رائع، التوب ولا الخدمة يعني ما نحتاجش نقول لكم، هانتوما كل شيء كتشوفوا هنا في الفيديو، يعني تشكيلة رائعة في جميع الملابس، لا بالنسبة للقفطان ولا جلابة قندورة حبايات، يعني تشكيلات ما شاء الله، تشكيلات رائعة. وفضلا منكم وليس امرا، ما تنسوش اشتركوا عندي في القناة وضغطوا على زر الجرس واللايكات، اللايكات باش تشجعوني دائما ان شاء الله نحط لكم او ننزل لكم الفيديوهات ديال الملابس، الملابس جديدة، ملابس حصريا على قناتي وعلى قناتكم. يعني تشكيلات ما شاء الله في جميع الملابس، ماشي غير في العبايات او في الجلالب ولا القفاطن، يعني في جميع الملابس لا رجال ولا نساء، اطفال، يعني في جميع الفئات العمرية كاينين تشكيلات ما شاء الله. انتم كتشوفوا معايا ما نحتاج نقول لكم، يعني اشكال ولا الوان، موديلات اخر ما كاين. هاد الجلابه هذه انتم كتشوفوا معايا لون كيحمق، موديل رائع، يعني تشكيله ما شاء الله، يعني جلابه رائعه. وما تنساوش بارطاجيو في الواتساب، الانستغرام، تويتر، في جميع المواقع التواصل، فيسبوك، في جميع المواقع التواصل فضلا منكم وليس امرا. بالنسبه للثمن، الثمن دائما الثمن مناسب بالنسبة للنمرة، النمرة هي اللي كنخليها لكم على القناة، النمرة ديال الأخ كنخليها لكم على القناة وفي صندوق الوصف. وبقوا معايا حتى لآخر فيديو تشوفوا الأشكال والألوان، اللي بغى شي حاجة مرحبا. موديلات ما شاء الله، موديلات رائعة، بحال هاد البيسة هادي كاينة ديال تا ديال الصغار، هانتوما كتشوفوا معايا موديل رائع. كتشوفوا معايا هاد البيسة هذه حتى هي رائعة، موديل جديد وأنيق وحصريا على قناة شريفة سمار تي في، ومرحبا بكم. كاين هاد التشكيل هذا، انتم كتشوفوا معايا قفطان قفطان وجلابة، انتم كتشوفوا معايا البيسة ملي كتلبس كاملة كيفاش كتجي رائعة. ودائما ما نساوش الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ودابا غادي نخليكم فرحة الله ومع تتمة الفيديو وفيديو آخر إن شاء الله، ومع السلامة.